في ناس طبعا بيهزر. في ناس طبعا بتاخدها وفي ناس بتكتبها بس بيهزروا على الزمالك برضو يعني بيضايقوا. بص بص يا كابتن هقول لك على حاجه، هنتكلم كلمه ادريب برضو على هنتكلم في الجزئيه دي. مفيش حد ما يتمناش يلعب في النادي الاهلي. اي لعيب يقول لك انا ما العبش في النادي الاهلي او ما العبش في نادي الزمالك يبقى لعيب كداب بالظبط، خصوصا هو يعني 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 بيلعب في مصر فرقتين كبار. تمام، انا دلوقتي لما اجي اقول نادي الاهلي او اقول نادي الزمالك بتقال يعني انت كل انت حسب بقى انتمائك وحسب حبك بتقرر تروح الاهلي او تروح الزمالك. فانت خلاص ربنا مديك الملكه ان انت موجود في نادي كبير اسمه نادي الزمالك بجماهيره بلعبته ونادي بينافس على بطوله، نادي عنده بطولات قد كده قبل كده ولسه. انت طول عمرك زملكاوي يا عمرو؟ طول عمري زملكاوي. انا فاكر انا عارف الموضوع ده وانت في المنصوره. طبعا انا رغم ان انا اهلي كلهم اهلاويه باستثناء لي خال بس زملكاوي. واهلك بعد ما رحت الزمالك بقوا زملكاوي؟ يعني هم زملكاوي عارف يعني بقوا زملكاوي 100%. يعني هم انا والدي انا عايز اقول انا والدي كان اهلاوي. لما رحت الزمالك بقى زملكاوي. انا هقول لك مع انه قعد سنين أهلاوي. انا هقول لك على موقف. انا كنت في المنصوره كنت انا بلعب في المنصوره بلعب النادي الاهلي. فاتحسبت واحده كده من حكايات الحكام طبعا. كان نصر عباس، كابتن نصر عباس اعتقد حسب ضربه يعني. والدي بيشجع الاهلي وقاعد مع جمهور الجمهور اتخانق معاه في المدرجات. قاعد مع جمهور المنصوره وبشجع الاهلي وضربه جزاء لي انا. يعني ضربه جزاء لي انا بشجع الاهلي. حسب ضربه جزاء راح قايم زعلان وكلام من ده شويه، راح ضربه الجزاء اتلغت ولما راح حسبها مش عارف ايه. انا فاكر فاكر الافلام دي كلها اتخانق مع الجمهور وكان يقدرها. خلينا كابتن اكمل لك. يعني كل التقدير والاحترام طبعا لل يعني للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، النادي العظيم ونادي كبير، لكن انا عندي حاجه اسمها انتماء وعندي حاجه اسمها حب وعندي انا متعاقد مع نادي الزمالك وهفضل طول ما انا في مصر مش هلعب غير نادي الزمالك، مش تقليل من النادي الاهلي لان انا خلاص اخترت. عموما انا عندي مبدا انا ما انا خلاص يعني يا طلع في الاهلي في الاهلي طول عمري. حسن عايزك قال لك بص يا كابتن يعني اكيد اتكلمت وما اوصل عشان انا اوصل حته يقول لك في خلاف بيني وبين الكابتن حسام وكابتن ابراهيم. اولا قبل حتى ما الكابتن حسام يعني كان ان هو يمسك نادي الزمالك انا كنت بتكلم مع الكابتن حسام اكتر من ساعه ممكن كل اسبوع لان كنت اكتر الناس يعني اتكتبت في احد الجرايد ان عمرو زكي هنا رشيد ممكن يزعل منه عشان بيطالب ان حسام يمسك الزمالك. لا انا اكتر واحد بحبه في الدنيا دي كلها كسنتر فيلد هو كابتن حسام حسن ده مثل الاعلى. ده اولا. ثانيا انا لما كابتن حسام حسن لما اتمرنت معاه او اتكلمت معاه حد على المستوى الشخصي يعني فوق الوصف يعني مش حد اللي هو الله العظيم بجد هو كابتن ابراهيم يعني ناس فعلا انا اكتر واحد ممكن والله العظيم من اللعيبه اللي موجوده دي كنت سعيد ان هم موجودين. وانا قبل ما يجي العرض بتاع هالفيدي دوت كنت قاعد مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم واتفقنا ان انا مع الفريق وخلاص وان شاء الله وهيتعمل لي برنامج معين وكنت حتى كان عندهم مباراه وديها كنت طلع عايز انزل انا عايز العب بقول لك انا عايز العب اللي عارف الكوره وحشاك ومش عارف يعني مش العلاقه اللي هو واحد ولعيب وخلاص. يعني انا بسمع كلام كتير ان في خلاف بينه انا هو انت حصل اصلا ان انا اتمرنت مع كابتن حسام مثلا فتره او اخفقت في حاجه او حصل مني موقف ان هو يزعل مني. حاسس عمرو بصراحه يعني رغم برضو يعني اضواء الدوري الانجليزي انت حاسس بوحشه للجمهور مصر ووحشه للماتشات الدوري ساعات العيب بيحس الاحساس. بص يا كابتن انا واحد مثلا بقعد هناك بقعد اتفرج بقعد ادور على الماتشات عشان اتفرج على الماتشات ده طبيعي. يعني هو انت ما اكتر عمرك بتلعب في مصر لما تطلع سنه او تطلع ثلاث شهور بعد كده وكلام من هنا. انا قبل يعني بعد ويجن حتى رجعت قعدت بقالي ست شهور او سبع شهور بعد كده رايح انت هتروح قد ايه وترجع عمرو؟ الدوري هيخلص 25 يوم 9 5 5 لما ترجع بقى هتنضم لنادي الزمالك؟ هل انت بقى خدت باب الاحتراف ده ولا ممكن لو جالك عرض؟ بص انا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك تركيزي ان انا ارجع الملعب عشان تعمل العب يعني ان شاء الله لسه خمس ماتشات فانا لسه وهم هيلعبوا يعني السبت والاربع علشان في ماتش مقدم مع استون فيلا فانا طبعا الماتشين دول مش هلحقهم فعايز الحق حتى اخر ثلاث ماتشات ان شاء الله ابقى حتى نهايه الموسم ان انا سليم واتمنى لو انا شاركت مع الفريق اتمنى ان انا في مباراه مثلا تكون لي مهمه الحاجه اعمل حاجه للفريق ده لانه تك بس اعتقد حسيتي بقى موضوع صعب. هو الموضوع صعب بس لو جيت تبص هتلاقي ان فرقتين 27 بونت ويست هام كان اقرب حاجه ليك بس هو بعد النهارده 31 بونت فهو الموضوع صعب بس مش مستحيل ينسى خمس ماتشات ب 15 بونت يعني. تمام. طب معانا على التليفون شاعرنا علي عفيفي. ازيك يا علوه؟ ربنا يخليك. ازيك ابو كباتن؟ عامل لنا ايه النهارده؟ كيفك يا كابتن خالد؟ الحمد لله يا رب تكون زين. لعين تعالى البلدوزر الراجل المتين الله يكرمك عك عفيف ابو الهجايس من كبار المشجعين بشجع الكوره من زمان بقالي سنين الله يكرمك من ايام اوكا واكما وعواطين ومحمدين لما كانت المنظومه فيها ناس عادلين طيبين اتحاد كوره محترم ولاعيبه مؤدبين ما كانش فيها حكام ساعتها الاولين ولا لجنه مسابقات بتكيل بمكيالين ولا اعلاميين في الوقت مخربطين من يوم المنظومه ما بقى فيها ناس تعبانين حلفت طلقت لا تشوفش كوره ليوم الدين
من يوم ما بقى شعرها الصاروخ والشمروخ والضرب بالسكاكين قررت الغيها من حياتي ومن حياة ولادي الاثنين. ما خبرش اللي بيحصل ده يا كابتن لصالح مين؟ ولسه التجل جاي ورا، التجل يا كابتن جاي بعدين. الاهلي والزمالك يوم الجمعه كلنا خايفين، لا يبقى يوم جمعه حزين بالوضع ده، الوجعه راح تبقى طين. وكله من اتحاد الكوره والاعلام والجرانين المتلونين اللي خلت الشارع ملايين وماشيين مشحونين. الناس بترمي على الهوا النار يا كابتن على البنزين. العد ضاع من الملاعب والبهوات مجتريانين. ولادي هيقطعوا بعضيهم حسنين ومحمدين، مين هيدفع لي ديتهم لو وجعوا مني ميتين؟ حسام ولا زاهر ولا عم الحاج عم حسين؟ عشان كده كلمتك يا كابتن لاجل ما تديني علوان المسؤولين. المسؤولين عن الرياضة يا كابتن مخك فين؟ عايز اشكي كل المنظومة يا خالد يا ابني. طب اشكي لمين ظلمهم؟ ده الكل ظالمني. شكيت في حقوق الارض ولا سأل عني؟ تبعد وخد اختهم ولا حتى عبرني؟ الكورة يخرب بيتها يا كابتن هتضيع ولدي مني. قلت لهم الغوها ولا حد عبرني؟ يعني انتوا ايه قصدكم؟ اني اموت يعني؟ وبعدين يا كابتن احنا لا عندنا لا كوره ولا يحزنوه. ده كلام وضحك يا كابتن على الدهوه. فهي طول ما المنظومه بتفرج ما بين لون ولون، وطول ما في لجان ما بتطبقش القانون، وطول ما في ناس متحيزين على التلفزيون عشان مصالح شخصيه بقى كله يهون، يبقى نسليها ونقفلها بالضبط ونسك بالكالون، واللي نصرفه على الكوره وجراحه نسدد بيهم يا كابتن البيون، ونريح ونستريح ولا كوره ولا يحزنون. يلا انا خلاص حلفت طلاق ومش شايف كوره تاني. يبقى كابتن بقى انساني. سلام يا كابتن. سلام يا علي عفيفي. عايز اقول لكم يعني من ضمن كلام عفيفي شاعرنا الكلام الجميل، ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي عايز اقول لكم 18 واحد محبوسين عندهم 17 و16 و18 سنه من جمهور نادي الزمالك الماتش اللي فات. ال 18 ب 30 او 40 من عائلتهم كانوا موجودين امبارح عايزين يقابلوا الاستاذ ممدوح عباس في نادي الزمالك، بيكلموني على التليفون ولادنا بيعيطوا بالدموع، الابهات والامهات. يعني في 60 داهيه الكوره بقى اللي تخلي انا اقعد اجري ورا عيالي في الاقسام ويتحبسوا.